اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في رجب. كم عجائب، كم مواهب وكم جود، عرج المصطفى به خير حامد ومحمود، ودنا فتدلى في العطاء غير محدود، جاءنا بالصلاح من ربنا خير معبود، خصه الله في هجن سيد كل مسعود، وجعله المهيمن أصل ما كان موجود، فهو أصل المداد والكون بالله ممدود، وهو والد وكل الكون قد صار مولود، وهو شاهد وهو لأهل المقامة مشهود، يا إلهي به تاميم لنا كل مقصود، واجعل الكل منا في أحبتي معدود، نتلاقى بوصلي دور في المد منضود، يصبح الكل منا لك وللطهر مودود، في معاني سمت عن هدل الفهم محدود، هب لنا من في ذا الشهر يا واسع الجود، نتصل بك وبحمد خير حميد ومحمود، ونريد في المعارف نهر صافي ومورود، بركة المصطفى ومن ومن أهلي معدود، وسلي دائم عليه ربي لا أدي معدود، والصحابات من حلت أرى كل مقيود، والحمد لله رب العالمين.